سهل. عبد الله كيف حالك؟ حياك الله. ما كان لك تواجد في السوشيال ميديا الا قريب. نعم. شو السبب؟ ما في سبب. ولا ما تعرف لها ولا؟ في احد ما يعرف السوشيال ميديا؟ في ناس كثير مثلا. لا. منو ذاك اللي قال ما اعرف الانترنت؟ في اكثر متسابق يقول ما اعرف. لا انا مثقف اعرف. مثقف؟ اي. طيب وليش ما فتحت؟ يعني ليش الثقافة ما جت لها متأخر؟ ثقافة وش قصدك؟ السوشيال ميديا ما كان لك حضور إلا متأخر، تقول أنا مثقف. ما فهمت سؤالك للحين. أعيد السؤال، ليش ما حضرت في السوشيال ميديا إلا متأخرا؟ مع أنك مثقف زي ما تقول. والله كذا. مزاج. لا ما هو مزاج. ها. أنت فاتح السوشيال ميديا للناس صح؟ يشوفونك. أنا ما فتحت شيء بس أنا أسأل. لا أنت عندك سوشيال ميديا. أنا عندي سوشيال ميديا، إي بس أنا أسألك. أسأل السؤال ثالث مرة. بس خليها اوضح شوي. لا ترى اوضح. واضح السؤال، ليش ما حضورك كان متاخر في السوشيال ميديا مع انك مثقف؟ والله مثل ما تدعو. والله كذا حريه. حريه اي مزاج. لا ما هو مزاج. في فرق بين الحريه وبين المزاج. طيب حلو. وثقافتك معتمده على ايش؟ معتمده على ايش؟ على كل شيء، الثقافه العامه. يعني عندك ثقافه عامه. نعم. هذه الحريه مزاجية نفسية ايش نسميها؟ لا مزاجية طلعها. ها ما عندك نفسية؟ انا مزاجية ابدا. نفسك انا ماني مزاجي. نفسك ما مزاجي. لا انا مزاجي. انت مزاجي جدا. ايه عشان كذا انت نفسي فانت مزاجي. انت نفسية؟ انا مزاجي. اذا انت نفسي فانا مزاجي. لا انا ماني مزاجي. بس انا احبك كله. احبك انا. طيب هذا هروب من السؤال، جاوبني. هذا يسمى الهروب الى الامام. ها؟ الهروب الى الامام. انا اعطيك معلومات عشان تستفيد منها. افدني. هذا اسمه الهروب الى الامام. ممتاز. ما ترجع للخلف. اها تناطح كذا. تناطح كذا. إيه؟ ترد باجوبه دبلوماسيه. هذه تعتقد هذه اجوبه دبلوماسيه؟ نعم. رديت عليك قلت لك حريه ما جاز لك. لا انا مو ما جازني، انا استفسر اكثر عادي استوح. انا وجودي هنا للاستيضاح وال ليش يعني أفهم. ليش يعني ما حطيت تويتر وسوشيال ميديا؟ إيه؟ انت تقول لي ليه يعني؟ انا سالتك ليش تعرف ولا ما تعرف؟ قلت لا انا مثقف. عارف. فسألتك بما انك مثقف ليش ما حطيتها متاخر؟ ما كان ودي بالظهور بس. اي طيب قل كذا. طيب ما كان لي رغبه. تصنفها مزاجيه بعد. ما كان لي رغبه، ما كان لا المزاجيه وهذه طريقه تعاملكم. لا لا انا ابتسم، انت ما ابتسم. ما لها دخل ابتسام، احنا في لقاء جد. اي بس لازم تبتسم حتى لو في لقاء. اي بس هذا جوابي. عبدالله